السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش جاي النهاردة إن أنا أزايد عليك وأقول لك تدخن أو أو تبطل تدخين أو إن التدخين مضر بالصحة. طبعا كلنا عارفين إن التدخين مضر بالصحة، ولكن إحنا جايين النهاردة نجاوب على السؤال الأهم: هل التدخين بيؤدي للصلع الوراثي بشكل مباشر ولا لا؟ طيب علشان نفهم الموضوع بمنتهى البساطة لازم نفهم أصلا الشعراية بتتغذى إزاي. بص يا صاحبي، الشعراية بتتغذى عن طريق الدم، تمام؟ فهنا الدم بقى فيه نسبة أكسجين أقل، فبالتالي نسبة الأكسجين دي مش هتوصل للشعراية بشكل كويس، فمعنى كده إن الشعراية مش هيوصل لها غذاء وأكسجين بشكل كويس. طيب هل هنا معناها إن الشعراية مش هيوصل لها أكسجين خالص؟ لا، هو هيوصل لها أكسجين بس بنسب أقل شوية، تمام؟ نتيجة أول أكسيد الكربون اللي قلنا عليه اللي موجود في سجائر. وهنا نيجي بقى للعلم والتجربة العلمية اللي اتعملت على مجموعة من الفئران، حطوهم في مكان كده وعرضوهم لدخان سجائر مكثف لمدة 3 شهور، وبعد ال3 شهور لاحظوا ملاحظتين، ملاحظة كانت كبيرة قوي وملاحظة يعني متفاوتة ما حصلتش لكل الفئران. الملاحظة المتفاوتة وهي ان بعض الفئران حصل لهم تساقط شعر نسبي من دخان السجاير. الملاحظة بقى التانية اللي ظهرت وهي دي اللي فعلا السجاير او دخان السجاير بيعملها، وهي الشيب المبكر، ان كتير من الفئران دي حصل لهم، او مش كتير، هو النسبة الاغلب منهم حصل لهم شيب او شعرهم اتحول من الاسود للرمادي. وهنا يا جماعة لما العلماء ركزوا مع الموضوع بتاع الفئران ده لقوا فعلا ان التدخين بيؤدي الى حدوث الشيب المبكر، او ان الشعر يبقى ابيض يعني عموما بشكل اسرع. ليه بقى بيحصل كده؟ لان الدخان بتاع السجاير اللي محمل بنسبة كبيرة من النيكوتين، فالنسبة الكبيرة من النيكوتين دي بتؤدي لان في مادة في الجسم افرازها يقل، هي مادة الميلانين، تمام؟ الميلانين، مادة الميلانين دي يا جماعة هي المسؤولة عن اللون بتاع الشعر. يعني انت لو وراثيا لون شعرك اصفر بني اسود، هي مادة الميلانين دي هي المسؤولة عن تلون الشعر، ان الشعر ما يبقاش ابيض. فالمادة دي لما مادة الميلانين دي لما بتقل في الجسم او افرازها بيقل في الجسم، فبالتالي الشعر بيبتدي يتحول للون الابيض. يجي هنا للسؤال المهم جدا: هل التدخين بيؤدي للصلع الوراثي بشكل مباشر ولا لا؟ من الاخر كده، لا، التدخين ما بيؤديش للصلع الوراثي بشكل مباشر، ولكنه ممكن يكون عامل من ضمن العوامل اللي بتخلي العملية او الصورة تكمل في موضوع الصلع الوراثي. هو برضو دي حاجة بس دي مش مؤكدة قوي، ولكن في ناس بتتكلم عنها، وان هو بيؤدي لتساقط الشعر العادي، تمام؟ ودي منطقية لان هو الدم ما بيبقاش فيه اكسجين فالشعر ما بيتغذاش، فممكن يعمل تساقط شعر، ده طبيعي جدا. ولكن احنا نتكلم على الباترن بتاع الصلع الوراثي، هل هو بيأثر عليه؟ هنا مفيش حاجة مؤكدة علميا بتقول ان التدخين بيؤدي للصلع الوراثي بشكل مباشر، ولكنه قد يساعد في تسريع عملية الصلع الوراثي لو انت عندك القابلية. كمان حاجة بيعملها التدخين في الشعر، ودي يمكن اكتر من وجهة نظري الشخصية من اكتر المساوئ اللي بيعملها التدخين في الشعر، ان انت وانت بتدخن السيجارة الدخان بيمسك في شعر راسك وفروة راسك بتمتصه، فانت بيجيلك اول اكسيد الكربون بنسبة اعلى او بنسبة دورية على طول اول باول. هيجي حد يقول لي طب ما الشوارع كلها تلوث ومش عارف ايه. عارف يا سيدي ان الشوارع كلها تلوث وان في اول اكسيد الكربون في كل مكان، ولكن يعني مش هيبقى انت والزمن علينا، يعني فاهم اللي هو حاول على قد ما تقدر ان انت تقلل نسبة اول اكسيد الكربون اللي بتتحصل عليها فروة راسك اول باول. برضو التدخين هنا بيؤدي ان عمر الشعراية يكون قصير. يعني ايه؟ يعني لو الشعراية مثلا عمرها بيقعد 6 سنين وبعدين بتقع، لا هيخليها تقعد 3. لو هي عمرها 4 سنين، لا هيخليها تقعد 2، تمام؟ هو بيأثر في عمر الشعراية، تمام؟ ان الشعراية تفضل ماسكة في الجذور لمدة اطول. هنا احنا بنتكلم ان هو سبب في تساقط الشعر، ولكنه برضو سبب غير مباشر. وانا هنا مش موجود عشان اقول لك دخن او بطل تدخين او اي حاجة،
انا مجرد بنور لك النور، بنور لك النور لحاجة ممكن تكون مش شايفها، او سؤال ممكن يكون بيدور في دماغك ومش لاقي له اجابة. وبس كده يا جماعة، هي دي كل المعلومات اللي كانت عندي عن تأثير التدخين على زيادة الصلع الوراثي. اتمنى تكون المعلومات دي افادتكم وعجبتكم، واكون فدتك عامة سواء في الفيديو ده او في الفيديوهات اللي فاتت. اتشرفت جدا انكم شفتوا الفيديو ده، ولو عجبكم ممكن تعملوا لي لايك من زرار اللايك اللي هنا، وتشتركوا معانا في القناة من زرار السبسكرايب او الاشتراك اللي موجود هنا، ونفعل علامة الجرس على الكل علشان توصل لنا فيديوهات شبه الفيديو ده او شبه الفيديوهات اللي فاتت. تمام، بشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج اكسبيرمنت. السلام عليكم.